ألو حضرتك، ميلاد إيمان مع حضرتك. اتفضلي يا إيمان. لو سمحت حضرتك، أنا اتجوزت شهر 8، أيوة. وحصل حمل بعد الجواز بشهر، أمم ووصل الحمل لغاية الأسبوع الثامن، وكان الكيس مش ظاهر. أوكي، الكيس مش ظاهر ولا الكيس موجود والجنين مش ظاهر؟ لا، الكيس مش ظاهر. أمم فحضرتك الدكتور اداني برشام انزل الحمل، كويس، وعمل لي تحاليل عشان يشوف ليه الكيس ما كبرش وكده. فقال لي عندك فيروس القطط اوكي وفيروس في الرحم، اوكي، بيسمم الحمل وينزله. اداني سايكلوفير ستات 800 للفيروس، كويس، وسوبراميسين 3 مليون وحده دوليه للفيروس القطط. اوكي. حصل حمل بعد الأربعين يوم. وحضرتك برضو الحمل وصلت لغاية الأسبوع الثامن. أيوة. بس الكيس وصل لغاية حجمه لغاية الأسبوع الخامس. يعني توقف نمو الجنين. وعمل لي حضرتك الدكتور عملية كحت. أوكي. وخد عينة من كحت من بطانة الرحم والكيس، وعملنا تحاليل. وأثبت إن التحاليل كويسة ما فيهاش حاجة. فانا حضرتك باخد العلاج بقالي 4 شهور. فانا عايز اعرف الفيروس بتاع القطط والفيروس الثاني، هل انا اعمل تحليل دلوقتي واشوف النسبه وصلت لكام؟ هقول لحضرتك. طب انت حضرتك الاول، انت عندك كام سنه؟ انت عندك كام سنه يا ايمان؟ يعني خلفتي قبل كده ولا ده اول حمل ليكي؟ لا حضرتك، انا متجوزه في شهر 8. يعني ده الحملين دول اتحصلوا من اول الزواج يعني. اوكي، طيب انا هرد على حضرتك. هل مدام ايمان بتشتكي من حاجه ان هي حصل لها اجهاض مرتين ورا بعض؟ اولا ده لحد دلوقتي ما يعتبرش اجهاض متكرر. عشان نقول اجهاض متكرر لازم يكون 3 مرات عشان نقدر ان هو نقول يعني ان هو اجهاض متكرر، ويكونوا مطابقين الى حد ما لبعض. لكن ده لا يمنعنا ان احنا لما يحصل اجهاض مره او مرتين ان احنا نعمل التحاليل اللازم، مش هنقعد نستنى لحد ثالث اجهاض. يعني من ضمن التحاليل المفروض انها بتعملها اول حاجه تحليل الفيروسات زي ما هي عملتها. لكن الحاجه اللي لازم انبهها عليها ان الفيروسات لا تسبب اجهاض متكرر. يعني الفيروسات تسبب اجهاض مره واحده نبقى عارفينها، لكن مش وارد انها تتكرر مره ثانيه، لان اغلبيه الفيروسات اللي بتسبب الاجهاض بيحصل عندنا مناعه بعد كده. فهي كويس ان اخذت لها العلاج، وبيبقى اغلب الاوقات بيحصل لها مناعه ما بتحصلش مره ثانيه ولا تسبب الاجهاض المتكرر زي ما احنا كنا معتقدين في الاول. نيجي للاجسام المضاده. لو وجود الاجسام المضاده دوت هو دوت اللي ممكن يؤدي الى الاجهاض المتكرر، فبالتالي لازم تعمل تحاليل اجسام مضاده تشوف اذا كان في حاجه هي اللي بتسبب وفاه الجنين كل مره، لان مش هنستنى بقى للمره الثالثه، ممكن نعملها من دلوقتي. ان احنا يبقى عندنا تيشوز نفسه موجود، تيشوز نفسها موجوده، ديت بتساعدنا برضو ان احنا نقدر نعرف. فهي لازم تعمل تحليل تقدر انها تعرف اذا كان في عندها مشاكل في اذا كان في اجسام مضاده ولا لا. برضو تعمل تحاليل اشعه تلفزيونيه تشوف اذا كان في حاجز في الرحم ولا لا. احنا